من زمان نفسي اشتغل هالشغلة هذه، بس الفكرة لمعت بزيادة من موقف صار قدامي. بنحرجوا مع السواقين، بيضطروا يلبسوا نقاب، بتخبص المكياج، والمرضعات كذلك الأمر. كلمني مكتب تاكسيات، قال لي معاه مكتبك مش راح ينجح، أنا مو سيدة شغل خط، أنا سيدة للطلبات الخاصة، لراحة السيدات، بتخص الست فقط لا غير. أتمنى أنه يصير الحلم تبعي حقيقة، يصير شغل ويصير عندي كادر عمل سيدات كامل.